مكملين معاكم مستمعين على أحلى إذاعة مزاج أف أم. كنا عم نسألكم قبل الفاصل صفة بتحبها ونفسك إنها تكون موجودة بكل الأشخاص اللي حواليك، عم بتشاركونا على 07-88-95-3-95-3 وبرضو علقوا على هذا الموضوع. طبعا وصلتنا رسائل كتير. محمد صندوق من المسي عليه، كمان هنا صديقنا يعقوب بيحكي القناعة إذا وجدت كثير أمور بالحياة بتصير إيجابية، وهنا صديقنا بيحكي عن الصدق. كنا منحب الصدق، هاي رسالة من زياد العجرمي. زياد يا ريت تبعتوا لنا اسماءكم لو سمحتوا. من في هنا الاء بعتت شغلة كتير حلوة وانا حبيتها، الابتسامة صباحا حددت. يعني حددت للصبح، الناس يبدو انها بتلاحظوا الناس بكونوا كشرير شوي، بس الابتسامة صباحا هاي صراحة انا اتفق معك يا الاء فيها. عمار تحياتنا لك، بحكي بصراحة انا بستغرب من الناس اللي بكونوا مطفيين من جوا وعندهم برودة اعصاب بكل اشي، نفسي اصير مثلهم. هذا يا صديقي عمار بحكي لك، الناس نوعين، النوع الأول تعسى والنوع الثاني سعداء بس قادرين على أنهم يخفوا تعاستهم. باختصار يعني. أتوقع أغلب الناس هيك. معنو حنين، مساءكم رائع جدا زي برنامجكم الرائع دائما. شوف، هي الصفة أنا ما بعرف اسمها، بس أنا بتمنى أنه الكل قبل ما يحكم على أي حدا انه ياخذ بالاجمال، يعني ما تيجي على موقف معين وتقول هذا الشاب او الشخص هذا عاطل او شاب منيح، يعني خلينا نطلع بالاجمال. بالاخير كل واحد فينا ممكن يعمل موقف ما يكون حسب توقعات الاخرين، بس يكون موقف واحد، يعني هو بيكون بالاجمال شخص جدا محترم وجدا طيب وجدا يعني كما يجب ان يكون، لكن في موقف معين اساء التصرف فلا يجب ان يحكم عليه بهذه الطريقه. صحيح بالمطلق. مساءكم سعيد جميعا. للاسف تصنيف الناس بناء على تصرف معين ووضعهم في زاويه معينه والحكم المطلق عليهم هذا شيء بشع وبيقتل مشاعرك. يعني لا، في الايام القادمه بتصير خلص ماخذ فكره. صح. والمشكله انه هاي الفكره بتصير تنتشر من شخص الى اخر عن هذا الشخص، وخلص هاي الفكره اصلا مستحيل تغيرها انت، لانه خلص اقتنعت فيها وحطيتها براسك. زهور تحياتنا لك، بتحكي الثقه والامانه، كمان همسه بتحكي الصدق ثم الصدق. أنا أسمى هون بتحكي نفسي تكون كل الناس بسيطة وما تحسبها، خصوصا هذا أسلوب تلطيش الكلام من تحت لتحت، نفسي يموت هذا الأسلوب لأني ما بعرف أتعامل فيه. فعلا بتكون بيئة غير صحية خصوصا في العمل إذا هذا موجود، اللي هو تسمية الحكي من تحت لتحت وكذا، وفي ناس ما عندهم القدرة على الرد، ولكن معك بتصيري تعرف. مرحبا يسعد مساكم. أهلا. هي يمكن مش صفة بس بتمنى من كل حدا إنه قبل ما يسأل أي سؤال لحدا تاني، هيك سؤال هاي الأسئلة اللي ما إلها داعي بتكون، أو الأسئلة اللي بس تدخل، يعني بتمنى إنه ما يسألها جد، لأنه بتكون أحيانا بتجرح الشخص اللي قدامك وأنت مش حاسس. فعن جد بتمنى أي حدا يعني بيسأل أي سؤال أو بده يحكي أي كلمة يفكر فيها قبل، إذا بتجرح الشخص اللي قدامي خلص بلاها ما تحكيها أصلا. يعني يسعد مساكم ويعطيكم العافية. الله يعافي عمرك. فعليا في كتير ناس أوقات هن لو عارفين إنه هذا السؤال ممكن يجرح هذا الشخص بيسألوه، هن بيتعمدوا يضايقوا هذا الشخص ويجرحوا. بس في ناس للأسف بيكون أسلوبهم دج أحيانا في بعض الناس. بعض النور أنا وجهة تحكي بحكي طيبة القلب. من مين؟ مع انه ده رائد، مع انه دائما الناس بتحكي لك انا مشكلتي انه انا طيب. كله طيب القلب 100%. حنان هون ايش بتقول؟ والله بشكل عام نفسي يخلص الكذب والنفاق من العالم. والناس العصبيه ايش مالها؟ تروق وتروق وتروقنا الله وكيلك. اما هنا صديقتنا هبه عم تحكي اهم صفه برايي التعاطف. اليوم يمكن احنا صراحه انا حبيت رساله روز كتير بتحكي جبر الخواطر ما في احلى منها. عن جد جبر الخواطر ما بتتخيل قد ايه تزرع بالبني ادم، قد ايه بتحط فيه امل، قد ايه بتخلي الابتسامه على وجهه. يعني جبر الخواطر بتجمع كتير شغلات وكتير صفات 100%. بنستنى منكم تعلقوا على الموضوع، شو صفه بتحبها ونفسك تكون موجوده بكل الاشخاص. احنا اذاعه يا مزاج.